مباراة شنا كيفاش ميلان شنا تورينو، وين كانت مباراة قوية كأس إيطاليا ربع نهائي، مباراة ما بين ميلان وتورينو، كانت مباراة كما نقولوا حنايا شنا فيها أهداف، شنا فيها شحال 6 أهداف كاملة، وين كانت نقولوا بلي ميلان اللي كان فايز في الدقيقة 12، شنا كيفاش جيلسون هذا جيلسون الذي سجل هدفين وين كانوا فايزين حتى الدقيقة 90، وين شنا هاكان الذي عدل النتيجة في الوقت الميت، ها كان يضيف الهدف الثالث. زلاطان كذلك بعد دخول لاعبين ذو خبرة كبيرة خاصة زلاطان وين سجل هدف في الدقيقة 109، ها كان الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 106، زلاطان في الدقيقة 109. يعني مباراة كانت قوية، مباراة كانت شيقة، مباراة شنا كيفاش ستيفانو التغييرات اللي دارهم بعد خروج رادي، شنا جيكوم، شنا كريستوف، شنا انتي الذي خرجوا اللاعبين، شنا هاكان الذي سجل هدفين لعدل النتيجة في الدقيقة 90، دخل في الدقيقة 82 عدل النتيجة وأضاف الهدف في الدقيقة 106، شنا فارنيك كيسي اللي دخل في الدقيقة 106، شنا زلاطان الذي دخل في الدقيقة 65، رافائيل ويليام الذي دخل ويلي الذي دخل في الدقيقة، يعني كانت دخل في الدقيقة 56. وين ما ننساوش المدرب والتير وين دار تغييرات، التغييرات اللي دارهم أثرت خاصة وين خرج جيلسون الذي سجل هدفين في الدقيقة 83، وين أثرت شوية نقولوا بلي أثرت في النتيجة، وفانيك من شنا واليز الحارس تاع شنا دورمان الحارس تاع ميلان الذي أنقذ المرمى تاعو خاصة في الشوط الثاني، شنا كيفاش كانت المباراة، مباراة كانت شيقة، شنا نيكولاس من جانب تورينو، شنا كيفاش جيلسون الذي سجل هدفين، شنا أولا إينا، شنا توماس، شنا ساسا سيموني، شنا إليك، شنا أندريا، وين كانت شنا كوفي جيجي، شنا كيفاش يعني ديغو من جانب تورينو، شنا كيفاش كانت المباراة، وين إسماعيل بن ناصر وين لعب بقوة وين قدم مباراة كبيرة، إسماعيل بن ناصر هذا اللاعب اللي عنده مستقبل كبير، إسماعيل بن ناصر اللي قدم مباراة كبيرة، مباراة كانت في القمة، يعني كانت شوف كيفاش شنا كيفاش إسماعيل صامويل، شنا كيفاش ديو، شنا كيفاش إسماعيل بن ناصر، وين المدرب ستيفانو الذي أخرج رادي، شنا جيكوم، شنا خرج كريستوف أنتي، وين دخل لاعبين نقول لك دخلوا بقوة، دخلوا من أجل شنا هاكان، شنا كيفاش نقولوا بلي اللاعب هذا لعب كيسموه تاعنا اللعب تاع هاكان الذي تمام وين دخوله وين افاد شنا كيفاش عدل النتيجه في الدقيقه 90، اضاف الهدف في الدقيقه 160، هدف 106 الهدف اللي شو كان هو زلاطان اللي دخلوا هما اللي سجلوا، هما اللي جابوا الفوز لميلان. ما كيفاش اسماعيل بن ناصر اللي لعب 120 دقيقة، يعني شوف كيفاش اللاعبين اللي يكونوا عندك لاعبين في القمة، لاعبين اللي عندهم نقولوا باللي لاعبين اللي عندهم خبرة وين دخلوا وين قدموا، وأهلوا ميلان نقولوا باللي أهلوا بعد دخول شنا كيفاش بعد دخول هاد اللاعبين خاصة هاكان، شنا كيفاش فارنيك كيسي، شنا كيفاش زلاطان رافائيل، وين عطاو دفعة ودخلهم المدرب في الوقت المناسب، يعني دخلهم في الوقت المناسب ويقدموا مباراة كبيرة. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، وين شنا كيفاش ربع نهائي ميلان 4 أهداف وتورينو هدفين كأس إيطاليا. صحيح.